هنا عند المسألة رقم 22 بيقول لي س ص ع مثلث فيه الصاد ع ب 15 سنتي وقياس زاوية الصاد ب 30 درجة وقياس زاوية العين ب 70 درجة. احسب طول العمود الساقط من س على ص ع. أول حاجة هنا احنا هنرسم له مثلث زي ما هو طالب علشان تبقى المسألة سهلة معايا شوية كده، فهنرسم ايه مثلث، يعني نرسم مثلث كده. بيقول لي هنا الصاد عين س صاد عين، الصاد عين ب 15 وقياس زاوية الصاد ب 30 درجة وقياس زاوية العين ب 70 درجة. احسب طول عمود الساقط من س على صاد عين. يعني هنرسم كده عمود، وخلي بالك هو مش منتصف، يعني هو مش منتصف، يعني مش هينصف الصاد عين، يعني من س. الصاد ع، يعني عايز طول العمود ده، خلي بالك قال لك عمود، يبقى هنا دي هتساوي 90 درجة وعايز طول ده، تمام كده. يبقى هي ديت فكرة المسألة، هي دي فكرة المسألة. انا المفروض مثلا ان السين ديت الحتة ديت مثلا دال، يبقى دي دال، ماشي. اول حاجة لازم تجيب قياس زاوية السين، هو عايز طول ايه الصاد ع، العمود الساقط اللي هو السين دال، وعايز طول العمود الساقط اللي هو مين؟ السين ده. تمام. وعندك ده مثلث قائم، ده ب 90 وده برضه بكام؟ ب 90. أول حاجة لازم تجيب قياس زاوية الإيه؟ السين. أنت أول حاجة عندك لازم أقول له كده قياس زاوية السين، عشان يبقى الثلاث زوايا عندي موجودين، يبقى 180 ناقص ال 30 زائد ال 70 هيطلع لك بكام؟ ب 80 درجة، يبقى قياس الزاوية ديت ب 80 درجة. إحنا بص بقى يا معلم بقى، إيه؟ إحنا هنا هنعمل إيه؟ انا عندي هنا ان في المثلث الكبير اللي هو س ص ع، احنا هنعمل حاجه بحيث ان احنا هنجيب طول الس ص. احنا هنعمل ايه؟ هنجيب طول الس ص ديت، وبعد ما نجيب طول الس ص، بعد ما نجيب طول الس ص هنجيب طول الس د من المثلث الصغير اللي هو س د ص. تاني احنا هنجيب طول الس ص، وبعد كده هنجيب طول الس د من المثلث الصغير ده اللي هو ده. طيب هنجيب س ص من المثلث الكبير، يبقى س ص على ايه؟ على جا الزاويه اللي قصاد اللي هو جا ع، بتساوي الص ع فوق على جا الزاويه اللي قصاد اللي هو جا س. مستر ايه؟ طب انت دلوقتي انا مش فاهم، طب اشمعنى انت جبت كده؟ ليه ما قلتش س د ولا س شرطه ولا س شرطه؟ عايز تعملها كده اعملها، عايز تعملها كده اعملها، ماشي. مش هقول لك لا مش هت... مش انها مش هتنفع، لا تعالى نعملها عادي. س شرطه على جا س، ص شرطه على جا ص، ع شرطه على جا ع. الس شرطه ليها مين؟ ليها س ص، صح ولا لا؟ اهو الس شرطه ليها مين؟ الصاد ع، بتبقى عكس الحروف. السين شرطه اللي هو الصاد ع بكام؟ ب 15 على جا الزاويه اللي قصاد اللي هو جا مين؟ 80. طب الصاد شرطه اللي هو مين؟ السين عين، مش عايزها لان اصلا مش عندي. عايز تعملها اعملها، بس اكتبها زي ما هي، الصاد شرطه مش عندي، والجا الزاويه بتاعتها الجا 30. العين شرطه، العين شرطه اللي هي ديت اللي قصادها اللي هي السين صاد اللي انا عايزها اصلا، اللي هي عين شرطه على الجا الزاويه اللي قصادها اللي هي الجا 70. احنا هنجيب دولت مع ديت. طب ليه انا ما جبتش ديت اللي هي الصاد شرطه؟ انا هعمل بيها ايه؟ انا اهم حاجه عندي اجيب ديت الزاويه اللي قصادها، وممكن انت تجيبها بس هتجيبها من الزاويه من المثلث اللي هنا، هتجيب السين د من المثلث اللي هنا. يبقى نجيب ديت 15 على الجا 80 بتساوي العين شرطه على الجا 70، واعمل مقص. يبقى العين شرطة اللي هي اصلا ايه؟ السين ص بتساوي 15 في جا 70 على جا 80. الحسبة اهيت شرط الكسر، 15 في ساين 70، واقفل القوس وانزل تحت اقول له ساين 80 واقفل القوس.
بكام يا سيدي؟ الانشرطه 14 و31%، 14 و31%، هنقربها لاقرب جزء من كام؟ لاقرب جزء من 10 او لاقرب جزء من 100. الاثنين ديت مش هتدي الواحد ده، يبقى هتبقى 31 و14 سنتيمتر. ده طول مين الانشرطه؟ يبقى انا كده جبت مين؟ السنسات ديت. واقول له بقى بما ان في المثلث س د ص، بما ان في المثلث س د ص، هقول له السين ص على الجدال. احنا دلوقتي كاننا في المثلث الصغير بس، مالكش دعوه بالمثلث الكبير. السين ص على الجدال بتساوي ايه؟ السين د اللي هو طالبها على الجا ص. السين ص اللي احنا لسه مطلعينها بكام؟ ب 14 و 31% على الجا د اللي هي جا 90. الدال ب 90 لانه مثلث قائم، لانه بيقول لك عمود. طيب السين د اللي هو طالبها اصلا على الجا ص، الجا ص الصاد اهيت اللي هي ب 30، واعمل مقص. واللي قصد المطلوب بيتكتب تحت اللي هو الجا 90، وهنا 31 14 31% في الجا 30. الحسبة بتاعتي هيت ساين 30، وما تنساش تقفل القوس، في 14 و31 وانزل تحت ساين 90 واقفل القوس. طلعت كام؟ 7 و155 من 1000. هنقرب اقرب جزء من 100 تبقى 7 و16. يعني هنا ايوه بالظبط كده، اقرب جزء من 100 هتبقى 7 و16 سنتيمتر. يبقى فكرة المسألة كأنها رسمتين في بعض، تمام؟ اللي بعدها بيقول لك هنا ايه؟ ألف باء جيم مثلث منفرج الزاوية، وخلي بالك من كلمة منفرج ديت. وهنعرف ليه؟ في جيم، يبقى أنت هترسم مثلث مش منفرج. أنت ولا أنت كده كده هترسم مثلث قائم. لأن دي دوال الزاوية، ما دام قال لك ظا وكلام من ده، دي دوال الزاوية، يبقى الأفضل ليك إنك ترسمها في مثلث إيه؟ مثلث قائم. مثلث قائم، يعني احنا هنا دلوقتي هنرسم مثلث قائم، كده كده الزاويه المنفرجه احنا هنجيبها. يعني هنعمل قائم عشان تبقى بالنسبه لي سهله. خلاص؟ قائم اهوت. تمام كده. قالب بقى جيم مثلث منفرج في جيم. يعني الجيم هنا في النص، وهنا س، وهنا الف، هنا الف، وهنا ايه؟ باء. بقول لك الالف شرطه، اللي هي الالف شرطه القصيره دي ب 8 سم. الالف شرطه هنا، لا مش استنى دلوقتي، دي اطول. طيب الجيم شرطه ماشي. الظا الف ب 1 على جذر 2، 2 1 على 2 جذر 2، الظا الف. الظا كانت بتساوي ايه في الدوال المثلثيه؟ المقابل على المجاور. المقابل اللي هو ده 1 وعلى 2 جذر 2. يبقى انت المفروض تجيب الالف باء. هتجيبها عن طريق نظريه فيثاغورس، هتربع دي وتربع دي وتجمع ولا تطرح؟ هتجمع. ليه؟ عشان ده الوتر. وبعد ما تجمع تاخد الجذر. بعد ما تجمع تاخد الجذر، يبقى 1 اس 2 ب1 زائد افتح قوس 2 جذر 2، 2 جذر 2 واقفل واس 2. لا كده غلط. اهوت اطلع كده. تمام اس 2. بتساوي كام؟ 9. خد له الجزء هيبقى 3. يبقى 3 ايه؟ دي 3. قيمتها بكام؟ ب 3. خلاص كده؟ خلاص. تمام. طب دلوقتي بقى احنا عايزين نجيب الجا الف. احنا كده خلاص، ما احنا عايزين، هو جاب لك الظا، انا عايز اجيب الجا، انا ماله ومال الظا؟ انا عايز اجيب الجا. ما جاب لك هنا تجيب شرطه والف شرطه. يلا بقى نطبق بقى. الف شرطه على بقى على جا الف. باء شرطة على جا باء. جيم شرطة على جا جيم. نبدأ نعوض باء في الرسمة بتاعتنا ديت. قال لي هنا الألف شرطة، الألف شرطة اللي هو جاب، كان جابها لي أصلا في المسألة ب 8 سنتي على الجا ألف. الجا ألف في الدوال المثلثية كانت بتساوي المقابل على المجاور، المقابل على الوتر. يبقى الجا ألف اللي هي ديت
المقابل على الوتر، يبقى واحد على تلاتة. ما تقولش جا واحد على تلاتة، ما انت خلاص انت جبتها. الجا قالب بكام؟ واحد على تلاتة. دي الكوره بتاعت، ما تحطش هنا جا، اوعى تحط هنا جا، بتساوي بقى شرطه. والجا بقى انا مش عايزها، احنا عايزين الجيم، قياس زاويه الجيم. يبقى الجيم شرطه اللي هو كان جايبها لي في المساله ب 20 على الجاجي، على ايه؟ الجاجي. طب تمام، واعمل مقص، يبقى الجاجي بتساوي الاسر المطلوب بالكتب تحته، هنا تلت في 20. ركز قوي في الحته اللي جايه دي، اعمل كسر واقول 20 في تلت، انزل تحت كده كسر وانزل تحت اقوم كاتب 8. طلعت لي كام؟ 5 على 6. انا عايز الزاويه بلازم تقول شيفت ساين واتك ووط. هنا 56 26 و33 خلي بالك، هنا ال 26 ديت اللي معاها ال 33 لان دي فيها علامه، مفيش فيها ووط، خلاص. فال 33 ديت انا عديت فيها النص بتاعت وحده الدقائق، فالمفروض تزود على 26 ديت لان الدقيقه فيها كام ثانيه؟ فيها 60، فديت 33 عدينا النص، يبقى انت هتزود على 26 دي واحده هتبقى 27، واللي جنبها 56. يبقى 56 درجه و27 دقيقه، والحل ده مرفوض. لا ليه؟ لان قال لك هنا مثلث منفرج الزاويه، يبقى انا لا عايز قياس الزاويه المنفرجه، انا عايز قياس الزاويه المنفرجه. يبقى انت تعمل ايه بقى؟ تقوم قايل على طول كده ناقص 180 وتك وقعد، سيبك من السالب طبعا، اقول له اذن قياس الجيم بتساوي 123 و33. دي 26 اهيت، 26 ديت ما عدناش فيها النص اللي هي ال 30، فمش هتزود، هتبقى 123 و33 درجة ودقيقة. يبقى هو ده الايه؟ الناتج، هو ده الناتج. تمام، حتى هو موجود اهو، تمام.